وصل حسام حسن وزياد طارق لاعيبة النادي الأهلي معارين لسموحة لمقر النادي السكندري عشان يشاركوا لأول مرة في تدريبات سموحة استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري. استقبل الجهاز الفني لسموحة بقيادة طارق العشري اللعيبة ورحب بيهم قبل ما ينزلوا للتدريب، وطلب منهم ان هم يساعدوا الفريق الفترة اللي جاية دي عشان يرجعوا للمكانة الطبيعية لسموحة. وقال العشري كمان ان اللعيبة هيكونوا بمثابة إضافة قوية للفريق، خصوصا ان هم بيعانوا من نقص في الخطوط الأمامية ومن العقم التهديفي، وسجل الفريق 4 أهداف في 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز.